متعلم معاه أو معاها بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، جمل طول عمرنا بنسمعها كدلالة على أهمية هذا الشخص. جمل خلتنا ندرك أهمية التعليم على حياتنا حتى تصبح مكانتنا في المجتمع أكبر. شو هي أهم التحديات اللي عم بتواجه الشباب اليوم، خصوصاً لما يتخرجوا بمسار بيختلف عن المسار اللي هن بيحبوه؟ هل المخرجات للتعليم بتناسب سوق العمل؟ هو صراحة كنين بحسب تجربتي الشخصية وبحسب الناس اللي كنعرف، كنين الأغلبية كندرسوا، كيدرس الشباب المغربي كيدرسوا في يعني في تخصص أو مجال، وفاش يخرجوا لسوق العمل كي يعني كيشتغلوا في حاجه اخرى. علاش؟ لان مثلا هذاك الدبلوم اللي الدراسات اللي داروا ما كتخولش ليهم الامكانيه انهم يشتغلوا مثلا باجره مزيانه ولا شي حاجه يعني، وكيضطروا انهم يقلبوا شنو هما المجالات وشنو هما الدومين اللي يقدروا يخدموا فيهم ويخدموا فيهم مزيان. فاغلبيتهم كيبدلوا، بحال دابا كاين اللي كتلقاه مثلا درس مثلا الجيولوجيا كيخرج ما كيلقاش شغل، كيقولش غادي ندير واش غنبقى بالبطاله، لا، دونك كيمشي كيعاود يدرس مثلا حاجه اخرى على حسب الامكانيات وعلى حسب الوقت وعلى حسب عاوتاني العقليه ديال كل واحد. فكيقول مثلا غنمشي نعاود ندرس مثلا، انا نقول لك مثلا غندرس الاتش ار ولا غادي ندرس الكومونيكاسيون ولا غادي ندرس كوميرسيال باش يلقى شغل. وكاين اللي عاوتاني كيمشي كي يعني كنقولوا حنا بالعربيه كيديباني، كيقلب على خدمه اللي كان. فاش كتكون في الثانوي او في الاعدادي ما كتكونش مسيب لي واحد المسار ديالك، تاخذ الشهاده ديالك اللي هي البكالوريا، كتقول مع راسك خصني ندير داكشي اللي كتبغي. كانت عندي فكره قبل بعدا دخل للمعهد العالي للتنشيط المسرحي والثقافي لي زاداك، ما توافقتش في الدخول ديالو، صدقت ولجت لكليه العلوم. وفاء، بتعتقدي ان التخصصات اللي عم تدرسوها تجيب لمتطلبات سوق العمل؟ اكتوالمون وي، باسكو ديجا لو مارشي دو ترافاي سي او ماروك اي اون نو شوازي با بارابور او ديبلوم مي سي بلوس بارابور او بروفيل دو لا بيرسون اي بارابور sa formation. Et donc, de par la formation qu'on a ici à HEM et de par les gens, les lauréats maintenant, ils sont tous, personne n'est au chômage. Et s'il y a une personne qui ne travaille pas, c'est une personne qui soit décidée de continuer ses études, soit elle a décidé de se projeter autrement. Voilà, donc moi ce que je crois que oui, on a une opportunité à saisir par rapport au marché de travail. Dans la culture, j'ai appris deux années, j'ai eu des problèmes personnels, j'ai appris la sociologie, l'élim chima. J'ai dit que la sociologie ou l'élim chima, j'ai appris la culture. J'ai appris la sociologie. اليوم كندير بيولوجي، بعيدة بزاف على داك الشيء اللي كنمارس. تتفق معها؟ alors le marché du travail oui déjà je suis d'accord avec elle et le marché du travail n'est pas encore un marché totalement saturé surtout au point de vue comme ce qu'on est en train d'étudier à HEM en 4e année qui est le marketing. C'est une notion qui est un peu nouvelle, qui n'est pas très développée ici au Maroc. On est en train de la développer, qui est en train de se développer petit à petit. Donc je pense que par rapport déjà à notre spécialité, le marché du travail a encore beaucoup d'opportunités à saisir par rapport à notre filière. Mais les autres filières, je ne sais pas, par rapport à la finance, c'est un peu saturé, toutes les autres filières. Par contre, le marketing, il y a beaucoup d'opportunités à saisir au Maroc. Et c'est l'avantage pourquoi on a choisi le marketing en tant que filière à HEM en 4e année. Mais la carrière de sociologie, c'est le diplôme d'Ali, d'Akshili Kachkanhlem, on a un trôle le maïd, le carrière de l'âge d'Ali Fat. يعني وصلت لواحد لاج ما بقيتش قادر ندخل لهذاك المعهد. هذاك الدبلوم نفسه غير ستان ليا ما بين داك الشيء اللي كنبغيه وما بين سوق الشغل اللي نقدر ندبر فيه شويه الطرف ديال الخبز. باسكو لو ماركتينغ ici comme Souleymane vient de dire que c'est nouveau, c'est ça se développe de jour en jour, d'année en année. Ça nous donne une opportunité nous pour plus tard inchallah quand on finira nos études de accéder à ce marché qui sera en pleine évolution. وقف المسار ديالي في داك الدبلوم، جلست واحد تقريبا عام وانا كنقلب على فرص مزيانه، فرص اللي باغي انا، وهذيك العام ما دازتش خاويه، بقيت كنتعلم شي حوايج، قلت ما انني كندير لاغ، اجي نمشي نقرا شويه قرا شي حوايج علاقه بلاغ، لقيت راسي عاوتاني انني كنخدم مزيان في لا فوتوغرافي والفيديو. كل ما كان راح يقول لك بدنا اكسبيرينس، انتم يعني بتلاقوا انه هاي المشكله اللي ممكن تكون موجوده مش المشكله في التعليم نفسه. سو بروبليم اون سوليوشن. Because here in HEM, we have to do an internship every year. And when we go out from HEM, when we graduate, we have 1 year and a half of experience. So that's a good point for us when we go to any international, multinational society or anything, we can work.
لو عملنا مقارنة بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص في المغرب، كيف بتلاقوا الفرق كبير؟ في فجوة كبيرة، يعني a huge gap between the two. In زعما في بلادنا احنا المغرب، when we went from the education in French to the education in Arabic. It's really sad to say that, but that's the root of the problem. And from this started like a huge avalanche of all the problems that came after. C'est-à-dire auparavant, dans les années avant, la génération de nos parents et nos grands-parents, l'école publique était la meilleure. Et après, l'école privée était considérée comme une école pour les ratés, pour les personnes qui ne réussissaient pas leur année, ils passaient en école privée. Là, c'est plutôt le contraire. C'est triste à dire, puisque l'un des principaux rôles de l'État, c'est de fournir l'éducation, elle ne le fait plus. طبعا فاش الناس يمشيو ويخلصوا مدارس خاصه كيتسناو الاساسيه والدروس غيكونوا احسن ما هو كاين في التعليم العمومي. سي دوماج ان هاد ليكار كيتسكروز كيكبر في المغرب والناس كتقاتل باش تخلص لي زيكول بريفي حيتاش التعليم العمومي ما عطيش لو نيفو. وي هاف ذا سيم بروفيسورز، الاساتذه اللي كيقريونا هنايا في البرايفت سكول هما اللي كيقريو في البابليك سكول. So there is no difference for في لا فورماسيون، but it's true that we have زعما some ونا فوالا. في التعليم الخصوصي التلميذ كيتعلم راسو، يعني كيحاول انه يقلب على الدروس ولا كيشاهد، كي عنده واحد الاجتهاد خاص ديالو باش يقدر يوصل داكشي اللي بغى يوصل ليه. انا كنفضل اكثر على التعليم على الخارج، حقاش كي كيتبازيو على لا بيرسوناليتي ديال التلميذ، كيخدموا ليه على نقولوا حنايا مثلا لا بارتي بسيكولوجيك باش يقدر يطور المهارات ويكتشف الذات ديالو، وفي ميم طون انه يقلب على شكون هو اكزاكتومون داكشي اللي كيبغي. دوكو هما كيوجهوا ليه الطريق، يعني كيسرحوا ليه الطريق، مي باغ كونت في المغرب حنا اللي كنقلبوا على راسنا براسنا. حنايا قلال، دونك كتبقى متابعنا حتى الاخر، الوغ كو ملي غنقراو بحال دابا في يونيفرسيتي بابليك سكول، there are multiple of هذا فوالا كبير ديال لي زيتيديون. دوكو كيكونوا بحال دابا 60 اون كلاس 60، اي قليل اللي كيتبع في القسم، دونك قليل اللي كينجح، بزاف اللي كيسقطوا. الوغ كو هنايا نو كيساعدونا كاملين تنجحوا كاملين، ما كيبغيوناش نسقطوا. بالنسبة لكم انتم ما بتحسوا انه عندكم رغبة تستخدموا اللغة العربية اكثر؟ On a daily basis we don't talk classical Arabic. We talk دارجة. دارجة بس بتحكوا مغربي دارجة؟ yes, لا of course. ضروري. انت انت وانت ضروري. لا لا طيب بس بتستسهلوا الفرنسي اكثر، بتجاوبوا بالفرنسي والانجليزي لانه اسهل. اكزاكتومون يس اسهل من حتى الدارجه. يعني سي اون ابيتود ان فيت، اون ا بري لابيتود دو بارلي فرونسي، اون ا بري سي ان ريفلكس. سي كوم جي سواف جي بيزوان دو، جو في الي بروند دو لو، جو في بوار، سي باغي بور نو. اون بارل فرونسي، اون بارل دوبي توجور فرونسي، اون بارل دوبي توجور انجلي، اي الدارجه سي نوتر عرب نو. دو كو سا اون ميتريز، اي بارفو اون يوتيليز لي تخوا ان ميم طون. من دحكوش ومن عيبوش على اللي ما يعرف فرنسي ما يقرب الفرنسي دافه من الهساوية والتعليم الأساسي. ومن دحكوش ومن عيبوش على اللي ما يعرف فرنسي ما يقرب الفرنسي دافه من الهساوية والتعليم الأساسي. سنة كنا قيدوا لدوك مدرسة بريفي كل ويكاند ويجي ويشوفوني فروينتي وصرنا قاد قايد ولادو في مدرسة بريفي. لكن ما بتعتبري انها مشكلة بحد ذاتها انه في جيل مغربي والمغرب بلاد عربية ما بيتحدث اللغة العربية؟ We can talk Arabic but it's not our first, it's not our principal important like language. The problem is that في الثانوية أو في الإعدادي we do study in Arabic. But then the problem is that when we pass to universities بالجامعة بس بالجامعة we have only French and English. And the problem is that we have some students who cannot talk Arabic at all. If we want to ask why, is that because we give more importance to other languages because we have more opportunities to actually work foreign
or work in international international companies. إلى أنا اليوم جيت نهضر بالعربية وإلى جيت نقرأ بالعربية. Tomorrow in the company I will not use it. في المغرب الفرنسية كتلعب دور مهمة في تكوين تاع الشخص بحال العربية وبحال اللغات الأخرين، وباش يكون شخص يغيوسي في لاسوسيتي ناجح في لاسوسيتي لازم عليه أنه يكون كيعرف هاد اللغات. وكنشوفوا حنا باللي التلاميذ اللي في التعليم العمومي عندهم مشكل كبير في اللغة الفرنسية، وداك الشيء كيخلق واحد لي زيكا، واحد لا ديسكريميناسيون من بعد في الشغل وفي The question is, what good use Arabic has in our education? None, because if you want to work in a multinational or even a small company, you have to speak at least French and English. I mean, Arabic is not a good use at it. So when you're like in school and study mathematics and physics and chemistry in Arabic, you go to university, you have to study them in French. As young people, we want to think like out of the box. We can use Arabic in Morocco, but we want to talk with other people, and then the international language which is actually English. حتى نكون قريبين من تحقيق أهدافنا لازم نقرب أحلامنا خطوة من واقعنا، وهذا تماماً دور الأهل والمسؤولين لما نقول توجيه التعليم لمتطلبات سوق العمل حتى يرتقي المستوى، فهذه ضرورة اقتصادية واجتماعية إلى جانب كونها ضرورة تربوية. هل أثر التوجيه في التخصص على اختياراتكم اليوم باللي درستوه؟ All my life I studied in private school. كان my parents ساعدوني في التوجيه ديالي، ولكن في الابتدائي قرايه ديالي ملي كنت صغيره، ولكن افتر باش نقرا في اشام انا اللي اختاريت، ما خليت حتى واحد يختار ليا. عشان اخترتي اللي بتحبيه ولا عشان اخترتي اللي بيحتاجه سوق العمل؟ اختاريت داكشي اللي حبيت. I always wanted to study business. I always knew it. So actually, my mom always advised me to follow my heart, and she was like, "Do what you love," and that's what I did. نرضي والديا لأنني في الأول كنت كنطلبهم باش ندير المسرح، ما قالوا لي كم كوا في المغرب راه المسرح ما كيوكلش، كيف كيعرفوا بزاف. دونك قلت لهم ماشي مشكل، انا غادي ندير السياحه معروفه في المغرب عند ربح مادي، كوم كوا يكون عندي واحد الدومين اون باراليل ندير داكشي اللي كيعجبني. هو في الحقيقه التوجيه ماشي مسؤوليه ديال المدرسه بشكل خاص ولا بالنسبه للدوله كشكل خاص، ولكن هو مسؤوليه ديال التلميذ، حيت التلميذ هو اللي مسؤول على القرارات ديالو، هو اللي غادي يكون مسؤول من بعد. كان كيجي مثلا الموجه كيعاود لك كيفاش دوز حياته، هو كيفاش توجه كيوجهكش زعما اون جينيرال. وتا فاش كنا مثلا كنمشيو لملتقى الطالب كان الفورس ادفرتايزمنت بزاف، واحد كيبغي يبيع لك الفكره عن طريق اكاديم مثلا، تيقول لك حقا لونيفرسيتي غتوفر لك هاد البورس، لا جيتي غتوفر لك جميع المتطلبات ديالك. كتمشي لونيفرسيتي كدوز فيها واحد المده ما كتلقاش داكشي اللي كاين. بحال انا كان واحد السيد كنت مشيت قريت سايبرس، قريت ليكونومي، وكان قال لي حقا ليكونومي مزيانه تقدر تدير كاريير انترناسيونال، خصوصا انني كنت باغي نقرا بالانجلي. كان قال لي حقا راه سايبرس مزيانه فيها اوبورتونيتي باش تخدم بحال بارت تايم جوب. صراحه مشيت يونيفرسيتي كانت زوينه، ولكن سايبرس ما كانتش موفراني شي حاجه، حيت كانت غير جزيره صغيره ما كنتش كتلقى خدمه، كان بنادم شويه متعصب. المهم كيف ما قلت لك الفرصه ادفرتايزمنت ما كانش كيعطيك فكره كيف ما هي، كان غا كيبيع لك اكاديب وصافي. جو بونس كو تاع لي تاخت كتلعب دور كبير في التوجيه، يعني هي اللي خاصها توجهنا فيغ لي زيكول وتقول لنا شنو هما لي زافونتاج ديال هاد ليكول وشنو هما لي زانكونفينيون. انا كنمشي بواحد المنطق بان اي مشكل انت اللي خلقتيه، مي كيبقاو شي وحدين اللي كانوا خصهم يساعدوك. بيوك بحال دابا العائله ديالي انا الحمد لله ساعدتني، ما قدرتش نلومهم، مي كيبقاو تاني التعليم حتى هو عنده دور في التوجيه ديال التلميذ اكسيتيرا. كل ويكاند ويجي ويشوفني في حالتي، انا خوتي ديكتيف ديال السيستم اللي بغا يكلخني، وزير تاع الكلاكليم وانا في القسم السادق تني. يهو برأيك شو ممكن يكون الحل حتى نحد من مشكلة هجرة الأدمغة؟
هو المشكل ديال هجره الادمغه هو مشكل صعيب، يعني اكيد غادي يكون فيه حل، ولكن يعني خاص لازم الوقت. هو انا من رايي الشخصي كنقول بان مثلا شنو هو اللي غادي يخليني انا باش نمشي نهاجر، يعني ما غاديش نلقى شي اختصاصات هنا في المغرب، ما غاديش نلقى الخدمه، ما غاديش نلقى الشغل، ما غاديش نلقى يعني طرق اللي غادي تنمي القدرات ديالي الذكري هذا العقليه. دونك الا بغينا باش نحدوا من هجره الادمغه خصنا ننميو هذا الشيء كامل، وخصنا نسولوا الناس، خصنا نتسائلوا علاش الناس كيهاجروا، وناخذوا جميع ديك الاجوبه اللي غادي يعطيونا ونكونوا منهم يعني حلول باش نحدوا من الهجره. ولكن خصنا ضروري نستمعوا لهاد الناس، ويعني ما نكونوش في لو جوجمون، يعني ما نكونوش ان ذا جادجمنت، وبالعكس نعطيهم فرصه يتكلموا ويحكيوا شنو هما الحوايج اللي ناقصينهم. بس ما فكرتي تهاجري او تسافري حتى يعني تكملي بحثك العلمي او حتى انت تحظي بتعليم افضل؟ يس فكرت قبل انني نهاجر بلاد اخر to continue my studies. خاصني نعرف بان in our country we do have huge opportunities, but in other countries نقدر نكون عندي different opportunities. First I had the idea to actually go foreign to study more, but then اكتشفت ان في المغرب كانت عندي فرصه اكبر ونقدر نحقق هذاك الشيء اللي انا كنبحث عليه. شخصيا فضلت انني نبقى في المغرب واخا كان عندي لوبورتونيتي انني نمشي ليترانجي، حيت كنت باغا جو مانجاج لو شانجمون. انا شفت باللي كاين ما يدار وكاين مؤسسات اللي تقدر تعطينا لو نيفو ديدوكاسيون، يعني لو نيفو دو فورماسيون اللي كيتعطانا ليترانجي. دونك علاش لا ما نبقاش هنا ونساهم في التغيير؟ الناس اللي في برا واخا كيفاش تقدر تلقى فرصه في بلاد من غير بلادك، وهنا في بلادك تيسبقوا تيديروا ديك اللعبه اللي تيقولوا احنا عندنا مصطلح باك صاحبي، هذه هي اللي كيديروا. شحال من واحد كنعرفوا حاليا دخل جامعات ما جابش حتى السوي، كنعرفوا ما جابش السوي ودخل بسبب با حيت كان استاذ في هذيك الجامعه ولا وصافي. داك الشيء علاش كيمشيو كيخويو البلاد، تقدر تلقى قرايه احسن، كارير انترناسيونال، خدمه مزيانه مستقره احسن لك من هنا. Après l'obtention de mon baccalauréat, je suis déjà partie à l'étranger. Donc j'ai déjà passé 12 années en France et I felt a little homesick and then I decided to come back to start over and I don't regret my choice at all. On a déjà eu des expériences professionnelles au Maroc dans de multinationales certes, mais je pense que si la jeunesse marocaine ne défend pas son endroit ou son droit à rester au Maroc, je pense que personne ne le fera. Si on a plusieurs personnes qui choisissent de travailler à l'étranger, si les meilleurs d'entre nous partent à l'étranger et qu'on se retrouve juste avec le moyen ou le pire, je pense que notre pays n'ira pas très loin. Si on laisse la chance aux autres pays de profiter de nos cerveaux à nous, qui va développer notre pays? Donc je pense qu'on se doit en tant que jeunesse marocaine d'avoir déjà cet amour propre pour notre pays et de préférer rester dans notre pays, même si ça se passe pas comme dans les autres, même si on n'est pas un pays développé. Mais je pense que c'est grâce à la jeunesse marocaine qu'on le sera. Ma radish talib ou bahit, ma radish imchi blad akhra, zama yqlb ala shoghl dialo ou amal, illa ma lqash douk shorot ou bien les conditions fil lbelad dialo. Donc je les encourage. C'est très malheureux qu'on le sache, mais le problème c'est que peut-être les autres pays ils donnent plus d'importance aux gens. Peut-être qu'au Maroc, on n'a pas les moyens, on n'a pas cette opportunité qui est présentée aux jeunes marocains. Quand on est au Nord, ou même quand on est au Nord, on est au Nord, on peut avoir le diplôme d'Ali. ونكمل الدراسه ديالي في بلاد اخرى. علاش؟ لان البلدان الاوروبيه بصفه عامه كيعطيو واحد الاهتمام، وحتى الاساتذه كيكون التعامل ديالهم يعني بيداغوجيه لي زوينه بارابور للمغرب عندنا هنايا، وكيعطيو فرص وكيعطيوك واحد الثقه كامله باش انك تبحث وتقرا وتوصل لشي حوايج اللي شويه ديفلوب. امون افي كنفضل زعما نكملوا على برا، يعني باش تشوف باش تلاقى مع ناس اخرين زعما دي كولتور وخد اخرين باش كتعلم حوايج جداد. يعني انا جو بونس كو زعما ضروري تكمل على برا. كيخدموا بزاف على لو كوتي بيرسونيل ديال لا بيرسون، يعني كيديروا بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كيهضروا بزاف مع لي بيرسون. في المغرب كنظن بانهم كيركزوا بزاف على القرايه، وفاش كيخرجوا لو مارشي دو ترافاي كيلقاو راسهم ماشي كومبيتون
يعني كاكي قراو مساعدين شعب فوالا سي با ان سوا سي ان شوا ايغويست مي اون بو با بلاندر سو شوا ايغويست باسكو سي اون ترافاي دور سي كان ميم بور نو ميم ديجا ان بروميير ليو دونك سي اون ا اون اوبورتونيتي ميور ايور با فو ميو لا سويفر دونك اون بو با بلاندر سيت بيرسون كي شوازي دالي ترافاي ايور مي اون بو اوسي لو دير بوركوا تي با ريستي اي لارغومون سي جي ميور ايور دونك اون بو با ان ميم تان لو بلاندر باسكو il a trouvé un meilleur job ailleurs, c'est pas possible. Donc je pense que c'est un choix à débattre et je pense que c'est à ce moment-là que l'État, de manière générale, devrait se poser la question qu'est-ce qu'on offre à cette jeunesse-là qui sort un jour de l'école et qui ne trouve pas les opportunités qu'elle mérite. Qu'est-ce qu'on leur offre? Et c'est pour ça qu'on devrait lutter à de la fuite des capitaux à un niveau national et pas à un niveau d'école ou à un niveau de marché d'emploi, mais vraiment penser la question de manière globale. Mazal itoufrou shorot ou des conditions fil mghrib bach itzaa talib ou lbahit يقدر يبقى في بلادو كتر ويعاون بلادو كتر مثل شو قولي لي ميزانيه اكثر للبحث العلمي للطلبه يزيدوا في لورينتاسيون بور لي ايتوديون يزيدوا دي فيليير كي فون انكوراجي ليتوديون ماروكان بور ريستي او ماروك اي بور كومبليتي زي ايتودو ماروك التعليم هو ما يتبقى لنا بعد ان ننسى كل ما حفظناه والتكيف مع المتغيرات ربما لا نتعلم كدرس في المدرسة لكن في الحياة سر لا نستطيع إلا أن نعلم نحن لأنفسنا. Double fast, to last round, to last round, to last round,